بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء طلبة المرحلة الرابعة قسم العلوم المالية والمصرفية كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم في مادة المحاسبة الإدارية بعنوان تحليل التعادل في ظل تعدد المنتجات. احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة تحليل التعادل وكيفية احتساب نقطة التعادل في حال انتاج منتج واحد، ووضحنا طرق احتساب هذه النقطة وما هي نقطة التعادل. نقطة التعادل هي حجم المبيعات الذي تتعادل عنده ايرادات الشركة مع تكاليفها، تساوي الايرادات مع التكاليف، وبالتالي أرباحها تكون صفرا. في موضوع تعدد المنتجات فإن تحليل التعادل أو احتساب نقطة التعادل يكون بشكل مختلف. حتى نوضح هذا الاختلاف نأخذ المثال الآتي اللي يقول تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج وبيع 3 منتجات. مثل ما تلاحظون عندي أكثر من منتج، ليكن المنتج A والمنتج B والمنتج C، والآتي بيانات خاصة لهذه المنتجات لكل منتج: حجم معين وسعر معين وكذلك كلفة متغيرة للوحدة الواحدة. تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج وبيع 3 منتجات A B C، والآتي البيانات الخاصة بهذه المنتجات: حجم مبيعات المنتج A هو 1500 وحدة، والمنتج B 6000 وحدة، والمنتج C 7.5 وحدة. سعر بيع الوحدة بالنسبة للمنتج A 150 دينار، والمنتج B 225 دينار، والمنتج C 270 دينار. الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة بالنسبة للمنتج A 105 دينار، والمنتج B 180 دينار، والمنتج سي 195 دينار. فإذا علمت أن إجمالي التكاليف الثابتة للشركة ككل هو 450 دينار، المطلوب هو أولاً إعداد كشف الدخل للشركة حتى نبين صافي ربحها من خسارتها، وإحنا تعلمنا كيفية إعداد كشف الدخل في المحاضرات السابقة، وهو الفرق بين إيرادات الشركة وتكاليفها. كذلك مطلوب من عندي أن أحتسب تكاليف الشركة وتعادلها، أو العفو، احتساب تعادل الشركة ككل وتعادل كل منتج من هذه المنتجات الثلاثة على حدة، وأيضا مطلوب من عندي بالوحدات وبالمبالغ، وإحنا وضحنا كيفية احتساب نقطة التعادل بالوحدات وكيفية احتسابها بالمبالغ. حتى نبدي بحل هذا المثال وكيفية تطبيق خطوات احتساب نقطة التعادل في حال تعدد المنتجات، لابد من إعداد كشف دخل لهذه الشركة، ويكون احتساب أو إعداد كشف الدخل لهذه الشركة بالشكل الآتي. احنا أخذنا ووضحنا كيفية إعداد الكشف. إعداد كشف الدخل للشركة هو عبارة عن الفرق بين إيرادات الشركة وتكاليفها، والجدول الموضح قدامكم: إيرادات الشركة ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة. هذه المعادلة مثل ما أخذناها سابقا تمثل معادلة إجمالي عائد المساهمة. إجمالي عائد المساهمة هو الفرق بين إيرادات الشركة وتكاليفها المتغيرة. إيراد المبيعات ناقص التكاليف المتغيرة راح نحصل على إجمالي عائد المساهمة. ناقص إجمالي التكاليف الثابتة راح أحصل على صافي الربح أو الخسارة، صافي الربح أو الخسارة. بالبداية إحنا راح نوضح كيفية احتساب إيراد المبيعات لكل منتج. شوفوا إعداد كشف الدخل لهذه المنتجات يكون هذا
الشكل بهذا الترتيب. إيراد المبيعات كيفية احتسابه؟ نقوم باحتساب إيراد المبيعات من المعادلة اللي تقول، وإحنا أخذنا معادلة إيراد المبيعات، هي سعر البيع في حجم سعر البيع. يمكن توضيحها كالآتي: إيراد المبيعات هو عبارة عن سعر البيع مضروب في حجم المبيعات. وهذه المعادلة احنا وضحناها سابقا، إيراد المبيعات هو سعر البيع في حجم المبيعات. ومثل ما تشوفون هذا الرقم، راح تسألون نفسكم من اجى هذا الرقم، يعني هذا الرقم ما موجود بالسؤال. 225,000. 225,000 بالنسبة للمنتج أي، إيراد مبيعات المنتج أي هو عبارة عن سعر البيع اللي أخذناه بالمثال أو بالسؤال. سعر البيع اللي هو 150 مثل ما تشوفون قدامكم. سعر البيع 150 في حجم المبيعات للمنتج أي 1500 وحدة، راح نحصل على إيراد المبيعات للمنتج أي اللي هو مبلغ أشقد 225,000 دينار. بس عرفنا كيفية احتساب إيراد المبيعات. إيراد المبيعات هو عبارة عن سعر البيع في حجم المبيعات، وهكذا بالنسبة إلى بقية المنتجات. إيراد المبيعات هو السعر في حجم المبيعات. فبالنسبة للمنتج بحجم المبيعات 6,000 وسعر البيع 225 دينار، حاصل الضرب بيناتهم راح يكون 1,350,000 دينار، وهو إيراد مبيعات المنتج بي. وكذلك بالنسبة للمنتج سي، إيراد مبيعات المنتج سي 1,025,000 دينار. المجموع منين اجى؟ المجموع تم احتسابه من خلال حاصل جمع ايرادات المنتج اي مع ايرادات المنتج بي مع ايرادات المنتج سي. بعد ما احتسبت ايراد المبيعات، اكمل اعداد كشف الدخل من طرح من عنده ايراد المبيعات. نطرح من عنده اجمالي التكاليف المتغيره، وإجمالي التكاليف المتغيرة أيضا هذا الرقم ما يجي جاهز، وإنما عندي معادلة أطبق بها احتساب التكاليف المتغيرة. معادلتنا تقول لاحتساب إجمالي التكاليف المتغيرة، وإحنا أخذناها بالمحاضرات السابقة، إجمالي التكاليف المتغيرة هي عبارة عن أيضا حجم المبيعات، لكن ما مضروب بسعر البيع. ومثل ما اتفقنا دائما نضرب حجم المبيعات حتى نحصل على إجمالي التكاليف المتغيرة، يضرب إجمالي أو حجم المبيعات حجم المبيعات مضروب في الكلفة المتغيرة للوحدة الواحد. حجم المبيعات في الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، راح أحصل على إجمالي التكاليف المتغيرة. فبالنسبة لإجمالي التكاليف المتغيرة للمنتج أي هي 157,500. من إجاني؟ جاني من حاصل ضرب 6,000، العفو 1,500 وحدة هي حجم المبيعات. في الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة هي 105 دينار، راح أحصل على إجمالي التكاليف المتغيرة للمنتج أي هي 1,000
أو 157,500. وهكذا بالنسبة للمنتج بي، إجمالي التكاليف المتغيرة المنتج بي هي عبارة عن حجم مبيعات المنتج بي اللي هي 6,000 مضروبة في الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة للمنتج بي 180، راح أحصل على إجمالي التكاليف المتغيرة اللي هي 1,080,000 دينار، 1,080,000 دينار. وبالنسبة للمنتج سي أيضا، الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة مضروبة في حجم مبيعات المنتج سي 7.5 وحدة، فراح أحصل على الكلفة المتغيرة أو إجمالي التكاليف المتغيرة للمنتج سي. كذلك المجموع من إجاني، المجموع إجاني من حاصل جمع المنتجات الثلاثة، حاصل جمع إجمالي التكاليف المتغيرة للمنتجات الثلاث، راح أحصل على إجمالي أو مجموع التكاليف المتغيرة للمنتجات الثلاث، مجموع التكاليف المتغيرة للشركة ككل اللي هي 1,700,000، 1,700,000 دينار. أطبق المعادلة اللي تقول إيراد المبيعات ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة، إيراد المبيعات ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة، راح أحصل على إجمالي عائد المساهمة. إجمالي عائد المساهمة أطبق طبعا هذه المعادلة على كل المنتجات، وبالتالي وكذلك أطبق على المجموع، على حقل المجموع. فبعد احتساب إجمالي عائد المساهمة لكل منتج، نحتسب إجمالي عائد المساهمة للشركة ككل. هذه 900,000 دينار يمكن احتسابها يا أما بهذه الطريقة من جمع إجمالي عائد المساهمة للمنتجات الثلاثة، راح نحصل على ناتج 900,000 دينار، أو بتطبيق المعادلة كذلك على المجموع، إنه إجمالي عائد المساهمة هو عبارة عن إيراد المبيعات ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة، إيراد المبيعات ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة، راح نحصل على 900,000 دينار. منين جايتنا؟ من 63,000 دينار ناقص 1,700,000 دينار، راح نحصل على إجمالي عائد المساهمة للشركة ككل وهو 900,000 دينار. نكمل إعداد كشف الدخل. إجمالي عائد المساهمة أطرح من عنده إجمالي التكاليف الثابتة ككل. سؤالي ما منطيني إجمالي تكاليف ثابتة لكل منتج، وإنما منطيني فقط إنه إجمالي تكاليف أو إجمالي التكاليف الثابتة للشركة ككل، بالتالي أنا ما راح أعمم إجمالي التكاليف على كل منتج. فذاكر لي بالسؤال إجمالي تكاليف المنتج أي المنتج بي المنتج سي، لا، قايل لي إجمالي تكاليف ثابتة للشركة ككل، وبالتالي أنا راح أضيف الـ 450,000 دينار في حقل المجموع وليس في حقل المنتجات. هذه خليها ببالكم طلاب، إذا بالسؤال ذكر إجمالي تكاليف ثابتة لكل منتج، المنتج A بمبلغ معين، المنتج B بمبلغ معين، وكذلك المنتج C، هنا أنا راح أذكره. لكن إذا ذكر للشركة ككل، وين أضيفها؟ أضيفها في حقل المجموع فقط، في حقل المجموع، حتى تكون احتسابي دقيق. أطبق المعادلة، نقول إجمالي عائد المساهمة 900 ناقص إجمالي التكاليف الثابتة اللي هي 450، من جبتها؟ موجودة بالسؤال، علما أن إجمالي التكاليف الثابتة للشركة 450,000 دينار. عملية الطرح بيناتهم راح ينطيني 450,000 دينار يمثل ربح، أي أنه بعد إعداد كشف الدخل تبين أن أرباح الشركة هي 450,000 دينار. بعد ما احتسبت أو عديت كشف الدخل، وكان هذا المطلوب الأول للسؤال هو إعداد كشف الدخل حتى أبين صافي ربح الشركة، نقوم باحتساب تعادل الشركة.
أو احتساب تعادل الشركة وتعادل كل منتج على حدة بالوحدات. فاللي بالمطلب الثاني احتسب تعادل الشركة وتعادل كل منتج على حدة بالوحدات، واللي هو موضوعي. موضوعنا كيفية احتساب تعادل الشركة في حالة تعدد المنتجات، عندي أكثر من منتج. هنا أنا باحتساب تعادل الشركة في حال إنتاج منتج واحد، كان استخدام المعادلة أو كانت المعادلة اللي استخدمها في احتساب تعادل الشركة في حال إنتاج منتج واحد هي نقطة التعادل بالوحدات كانت تساوي إجمالي التكاليف الثابتة على عائد مساهمة الوحدة. إذا تتذكرون في حال إنتاج منتج واحد، نقطة التعادل بالوحدات هي إجمالي التكاليف الثابتة على عائد مساهمة الوحدة الواحدة. وبالنسبة للمبالغ، إجمالي التكاليف الثابتة على نسبة عائد مساهمة الوحدة الواحدة. هذه إذا كان عندي سعر واحد، كلفة متغيرة واحد، أطبق هذه المعادلة. لكن هنا أنا في حالة تعدد المنتجات راح تلاحظون عندي أكثر من سعر، أكثر من كلفة، وبالتالي أنا عائد مساهمة الوحدة ما أقدر أحتسبه أكثر من عائد، وإنما أقوم باحتساب معدل موزون، معدل يسمى بالمعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة بالنسبة إذا أحتسب نقطة التعادل بالوحدات. كان في معادلتي بحالة إنتاج منتج واحد إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم عائد مساهمة الوحدة إذا كان عندي سعر واحد وكلفة واحد، لكن في موضوع تعدد المنتجات عندي أكثر من سعر وأكثر من كلفة، وبالتالي لابد من احتساب معدل أعتمد عليه في احتساب نقطة التعادل. يعني راح يكون بدل عائد مساهمة الوحدة الواحدة معدل موزون لهذا العائد. ليش؟ لأن عندي أكثر من سعر وأكثر من كلفة، وبالتالي أنا ما أقدر أحتسب أكثر من عائد مساهمة، أحتسب معدل يسمى بالمعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة الواحدة، وأعتمد عليه في احتساب نقطة التعادل بالوحدات. نقطة التعادل أو المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة الواحدة هو عبارة عن المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة الواحدة هو عبارة عن إجمالي عائد المساهمة للمنتجات قانونا. حتى أحتسب المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة أطبق القانون الآتي، وهو المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة يساوي إجمالي عائد المساهمة للمنتجات تقسيم إجمالي أحجام المبيعات للمنتجات بالوحدات. إجمالي عائد المساهمة للمنتجات اللي أقصد به وين؟ اللي استخرجته من كشف الدخل، وبالتالي أنا لازم أعد كشف دخل حتى أقدر أحتسب معدل موزون. إجمالي عائد المساهمة للمنتجات وينه؟ اللي احتسبته في كشف الدخل هو 900,000 دينار إجمالي. ده يقول لي إجمالي، ما قال لي عائد مساهمة المنتج C أو عائد مساهمة المنتج B أو عائد مساهمة المنتج A، لا، بالقانون ذكر لي إجمالي عائد المساهمة للمنتجات الثلاثة، وبالتالي أنا راح أحتسب إجمالي عائد المساهمة للمنتجات الثلاثة من خلال كشف الدخل. هو شقد المبلغ؟ 900,000 دينار على إجمالي أحجام المبيعات للمنتجات. إجمالي أحجام المبيعات للمنتجات، إجمالي أحجام المبيعات قل لي حجم. أرجع للسؤال، حجم مبيعات كل منتج A, B, C أجمعهن راح أحصل على إجمالي أحجام المبيعات للمنتجات. وش قد أحجام المبيعات؟ بالنسبة للمنتج A 1500 وحدة، بالنسبة للمنتج B 6000 وحدة، بالنسبة للمنتج C 7500 وحدة. مجموعهم كإجمالي 15,000 دينار. أجي أقسم
900,000 دينار إجمالي عائد المساهمة، تقسيم 15,000 دينار اللي هي إجمالي أحجام المبيعات للمنتجات، راح أحصل على المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة وهو 60 دينار للوحدة. 60 دينار للوحدة. بعد ما احتسبت المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة، راح أحتسب تعادل الشركة. راح أحتسب تعادل الشركة بالوحدات. تعادل الشركة ككل بالوحدات. تعادل الشركة القانون مثل ما أخذناه هو عبارة عن إجمالي عائد، أو تعادل الشركة بالوحدات هو عبارة عن تعادل الشركة بالوحدات عبارة عن إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم، أخذنا إحنا تقسيم بالمنتج الواحد تقسيم عائد مساهمة الوحدة، لكن في حال تعدد المنتجات قلنا نقسم على المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة. هذه الحالة اختلف الاحتساب في حالة تعدد المنتجات. تعادل الشركة بالوحدات أصبح إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم المعدل الموزون لعائد المساهمة. إجمالي التكاليف الثابتة ذاكر اللي إياها بالسؤال، اللي هي شقد ذاكرها بالسؤال؟ 450,000 دينار إجمالي تكاليف ثابتة للشركة، 450,000 دينار على المعدل الموزون لعائد المساهمة اللي أنا احتسبته بالخطوة السابقة وهو 60، كان شقد؟ 60 دينار للوحدة. 450,000 دينار تقسيم 60 راح أحصل على تعادل أو نقطة تعادل الشركة بالوحدات في حال تعدد المنتجات وهي 7500 وحدة. 7500 وحدة للشركة ككل. بقى أني لازم أعرف ال 7500 إيش قد منها يخص المنتج A، إيش قد منها يخص المنتج B، إيش قد منها يخص المنتج C. هذه الحالة لابد واحتساب تعادل كل منتج على حدة. فكيفية احتساب تعادل كل منتج على حدة؟ هنا هذه 7.5 لازم أقسمها على المنتجات الثلاثة، أوزعها على المنتجات الثلاثة. شلون أعرف أنه المنتج أي قد يأخذ من 7.5، المنتج بي والمنتج سي؟ 7.5 كيفية توزيعها؟ يتم توزيعها من خلال المعادلة الآتية، عندي تقول تعادل كل منتج بالوحدات تساوي تعادل الشركة بالوحدات اللي احتسبتها 7.5 مضروبة في نسبة حجم المبيعات. نسبة حجم المبيعات اللي تقول حجم مبيعات المنتج، يعني مثلا المنتج أي إيش قد حجم مبيعاته للمنتج أي مقسوم على مجموع أحجام المبيعات، اللي هي مجموع أحجام المبيعات A B C اللي احتسبناها. شقد أحجام المبيعات A B C اللي هي شقد؟ 15,000 دينار. فكيفية توزيع 7.5 أو تعادل الشركة ككل على كل منتج يتم توزيعها من خلال المعادلة الآتية اللي تقول تعادل كل منتج يمثل تعادل الشركة اللي هي 7.5 مضروبة في حجم مبيعات هذا المنتج على مجموع أحجام المبيعات، على مجموع أحجام المبيعات. فبالنسبة للمنتج A، بالنسبة للمنتج A راح يكون تعادل المنتج A بالوحدات هو عبارة عن 7.5، راح أوزعها على المنتج A نقطة التعادل للشركة ككل 7.5 مضروب فيه إيش قد حجم مبيعات المنتج A. حجم مبيعات المنتج A هي 1,500 مقسومة على مجموع أحجام المبيعات اللي قلنا شقد اللي هي 15,000 دينار. 7.5 مضروبة في 1,500 وحدة تقسيم 15,000 دينار راح أحصل على تعادل المنتج أي بالوحدات شقد؟ 750 وحدة. إذن من 7500 750 وحدة تخص المنتج A، 750 وحدة تخص المنتج A. بعد أجي أحتسب
ايش قد حصة المنتج بي من تعادل الشركة؟ ايضا اطبق المعادلة، المنتج اي بي يساوي 7.5 اللي هي نقطة التعادل. بتلاحظون هنا أنا ثابت الرقم، النقطة أو تعادل الشركة أني دا أوزعها على اليمن على باقي المنتجات، فسبعة ونص أيضا مضروبة في إيش قد حجم مبيعات المنتج أي بي، العفو إيش قد حجم مبيعات المنتج بي؟ 6000، والإجمالي ثابت أيضا 15000 دينار. أيضا أطبق المعادلة، 7.5 مضروب في 6000 تقسيم 15000 دينار، فالنتيجة هي 3000 وحدة. إذا حصة المنتج B من نقطة التعادل شقد؟ من 7.5 هي 3000 وحدة، وحصة المنتج A من 7.5 شقد؟ 750 وحدة. بقى المنتج C، المنتج C يا أما أطبق عليه المعادلة نفسها اللي هي تقول تعادل المنتج C عبارة عن نقطة التعادل 7.5 مضروب في حجم مبيعات المنتج C أيضا 7.5 تقسيم إجمالي أحجام المبيعات 15000 دينار، ينطيني حجم أو تعادل المنتج C بالوحدات اللي هو شقد؟ 3750 وحدة. يا أما أطبق علي هذه المعادلة أو مباشرة أنتوا تقولون أنه من 7.5 كان حصة المنتج A 750 وحصة المنتج B 3000 وحدة، إذا المتبقي من 7500 شقد هو يخص المنتج، راح يكون يخص المنتج C. فأنتوا بهذه الطريقة أن تطبقون المعادلة مباشرة أو المتبقي بعد ما نجمع تعادل A مع تعادل B وأطرحه من 7500، إيش قد بقى؟ إيش قد المتبقي؟ هذا ما يخص المنتج C. فأنتم بأي طريقة تحلوها ما عندي أي مشكلة. هذا بالنسبة لإحتساب تعادل الشركة وتعادل كل منتج على حدة بالوحدات. قلنا إحنا لازم نحتسب معدل موزون أعتمد عليه في إحتساب نقطة التعادل. كان في المنتج الواحد عائد مساهمة الوحدة من نقطة التعادل، إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم عائد مساهمة الوحدة. في تعدد المنتجات لا، إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة. ليش؟ لأن قلنا أكثر من سعر وأكثر من كلفة، وبالتالي لازم أحتسب معدل أعتمد عليه في احتساب نقطة التعادل. بالنسبة لنقطة التعادل، كيفية احتساب نقطة التعادل للشركة ولكل منتج على حدة بالمبالغ، كيفية احتسابها بالمبالغ؟ احنا في انتاج المنتج الواحد كان التقسيم على نسبة عائد المساهمة، اذا تتذكرون المعادلة وطرقناها قبل قليل، انه نقطة التعادل بالمبالغ في حال انتاج منتج واحد كانت هي إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم نسبة عائد المساهمة. في حال تعدد المنتجات لابد واحتساب معدل موزون لهذه النسبة. قبل قليل احنا احتسبنا معدل موزون لعائد المساهمة، هنا مدام معادلتي تقسيم نسبة عائد المساهمة لابد واحتساب معدل موزون لهذه النسبة. كيفية احتساب المعدل الموزون لهذه النسبة أو لنسبة عائد المساهمة؟ أيضا نطبق المعادلة الآتية اللي تقول المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة هو عبارة عن إجمالي عائد المساهمة للمنتجات، أيضا الإجمالي راح يكون بالبسط، تقسيم إجمالي قيم المبيعات. هناك في احتساب المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة، في احتساب المعدل الموزون لعائد مساهمة الوحدة، الإجمالي هنا بالبسط راح يكون ثابت، لكن الاختلاف وين؟ بالمقام. الاختلاف راح يكون بالمقام. فبالنسبة لاحتساب المعدل الموزون لعائد المساهمة قسمنا على مجموع أحجام المبيعات، أحجام اللي هي بالوحدات اللي كانت
1500 زائد 6000 زائد 7.5. هنا لا، بنسبة عائد المساهمة أقسم على اليمن، أقسم على القيم، قيم المبيعات. يعني اللي أقصد به شنو؟ اللي أقصد به إجمالي إيراد المبيعات، إجمالي إيراد المبيعات. وإجمالي إيراد المبيعات هنا من تستخرجوا إجمالي إيراد المبيعات؟ أستخرجه منين؟ أستخرجه من كشف الدخل، يا أما مباشرة من كشف الدخل، أو أنتوا هو جاهز موجود بكشف الدخل، أو تقدرون تحتسبون كل منتج إيش قد إيراد مبيعاته. وقلنا إيراد المبيعات يحتسب من حجم المبيعات مضروب في سعر البيع، وأجي أجمعها. أنا ليش أطول الاحتساب؟ مباشرة أذهب إلى الخطوة الأولى وهي إعداد كشف الدخل، وأستخرج من عنده إجمالي قيم المبيعات أو إجمالي إيراد المبيعات للمنتجات، وكان في حقل المجموع. رجعوا لي إلى حقل المجموع، راح تلقون إجمالي قيم المبيعات أو إجمالي إيراد المبيعات اللي هو كان 3,600,000. كان شقد؟ 3,600,000. راح تلقون بكشف الدخل مباشرة، تأخذون من كشف الدخل. صار عندي كيفية احتساب المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة، هو إجمالي عائد المساهمة. وده تلاحظون أنه إجمالي عائد المساهمة تكرر، راح يكون بالمعادلتين البسط إجمالي عائد المساهمة بالنسبة لمعادلة المعدل الموزون لعائد المساهمة، وبالنسبة لمعادلة المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة. وين الاختلاف؟ الاختلاف فقط بالمقام، الاختلاف فقط بالمقام. بالنسبة لعائد المساهمة اللي كان احتساب تعادل الشركة بالوحدات على الأحجام، مجموع الأحجام، أحجام المبيعات. وبالنسبة لنسبة عائد المساهمة اللي هو يريد تعادل الشركة بالمبالغ، راح يكون تقسيم على القيم اللي هو قيم المبيعات. منين نجيب قيم المبيعات؟ منين نحتسب قيم المبيعات؟ مباشرة من كشف الدخل. يعني انتوا لا تطولون الاحتساب، مباشرة راح نروح الى كشف الدخل، واني عادته سابقا، واحتسب اجمالي قيم المبيعات. نطبق المعادلة، اجمالي عائد المساهمة ايضا اخذه من كشف الدخل اللي هو قد 900,000 دينار، اجمالي عائد المساهمة للشركة ككل تقسيم اجمالي قيم المبيعات قلنا ايش قد؟ 3,600,000 دينار. عملية قسمة بسيطة، راح احصل على المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة اللي هو 25%. هذا المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة راح أستخدمه في قانون نقطة التعادل للشركة في احتساب تعادل الشركة بالمبالغ، اللي تقول إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم المعدل الموزون لنسبة عائد المساهمة. المعدل الموزون لنسبة عائد إجمالي التكاليف الثابتة ثابتة، اللي هي إيش قد للشركة ككل؟ 450,000 دينار، ثابتة 450,000 دينار. تقسيم المعدل الموزون أنا احتسبته قبل قليل اللي هو إيش قد؟ 25% أذكره بالمقام. راح تصير عملية قسمة بسيطة، والناتج 1,800,000 دينار. الناتج 1,800,000 دينار، هذا يمثل تعادل الشركة ككل، نقطة التعادل للشركة بالمبالغ بالدينار. نفس الطريقة بالنسبة لتعادل الشركة بالوحدات، من اجيت هذه، من اجيت 7.5 وزعتها على المنتجات الثلاثة، كذلك بالنسبة لتعادل الشركة بالمبالغ، 1,800,000 اوزعها على المنتجات الثلاثة. كيفية توزيعها على المنتجات الثلاثة؟ أيضا المعادلة تقول تعادل كل منتج على حدة هو عبارة عن تعادل الشركة بالمبالغ، تعادل الشركة بالمبالغ مضروب في، هناك احنا قلنا أحجام المبيعات، بالنسبة للمبالغ لا، على القيم، نعتمد على يمن، على إيراد المبيعات وليس حجم المبيعات. إيراد المبيعات أيضا من أحتسبه؟ يا أما مباشرة تحتسب السعر في الحجم لكل منتج، أو من كشف الدخل. فأنتوا ليش تطولون المسألة وتطولون الحل؟ مباشرة نذهب إلى كشف الدخل. ليش؟ لأن إحنا عديناه قبل.
تعادل الشركة بالمبالغ اللي احتسبناه 1,800,000 مضروب في قيمة مبيعات كل منتج وتقسيم مجموع قيم المبيعات. مجموع قيم المبيعات بالنسبة لتعادل الشركة بالوحدات كان على الأحجام هنا. فبالنسبة لتعادل المنتج أي، حتى أحتسب نقطة تعادل المنتج أي بالمبالغ، أيضا قانون يقول تعادل الشركة بالمبالغ اللي هنا راح يكون ثابت. إيش قد أنا احتسبت تعادل الشركة بالمبالغ؟ 1,800,000 مضروب في إيش قد قيمة مبيعات المنتج أو إيراد مبيعات المنتج أي؟ هذه منين ناخذه؟ ناخذه من كشف الدخل. احتسبنا تعادل أو إيرادات المنتج أي من سعر البيع في حجم المنتج أي. إيش قد؟ 225,000 دينار. تقسيم مجموع إيراد المبيعات اللي إحنا أخذناها من كشف الدخل اللي هي إيش قد؟ 3,600,000. 3,600,000 أطبق المعادلة بشكل طبيعي. 1,800,000 مضروبة في 225,000 دينار تقسيم 3,600,000 راح أحصل على تعادل المنتج أي بالمبالغ. تعادل المنتج أي بالمبالغ هو 112,500 دينار. 112,000 يعني حصة أو نصيب المنتج أي من نقطة التعادل 1,800,000 شقد؟ 112,500. أكم تعادل المنتج ب شقد نصيب أو حصة المنتج ب من 1,000 أو من 1,800,000؟ أيضا بتطبيق المعادلة 1,800,000 مضروب في إيراد مبيعات المنتج ب اللي هو شقد؟ 1,350,000. من أين إجا هذا الرقم؟ أيضا من كشف الدخل. إذا المحاضرة عندكم وتتبعون وياي راح تشوفون هذا الرقم 1,350,000 من جبته؟ جبته من كشف الدخل. شلون احتسبته؟ احتسبته من حجم المبيعات للمنتج بي اللي هي شقد؟ 6,000 مضروب في سعر بيع المنتج بي اللي هي شقد؟ 225,000 دينار. على مجموع الإيرادات اللي هي 3,600,000 إذا تلاحظون أنتم بالمعادلة شنو الثابت بالمعادلة؟ الثابت نقطة تعادل الشركة بالمبالغ، والثابت شنو؟ المقام اللي هو شقد؟ 3,600,000 اللي يمثل مجموع قيم المبيعات. الاختلاف فقط وين؟ بالبسط. بالنسبة للمنتج أي إيراد شقد، بالنسبة للمنتج بي إيراد شقد، وبالنسبة للمنتج سي إيراد شقد. فشقد حصل المنتج بي حصة من نقطة التعادل 1,800,000؟ كان تعادل المنتج به بالمبالغ هي 675 دينار. 675 دينار نصيب المنتج به من 1,800,000. المنتج سي شلون أحتسبه؟ مثل ما قلنا في حالة احتساب تعادل كل منتج بالوحدات، انه قلنا المنتج سي يا اما تحتسبوه من تطبيق المعادله مباشره، انه المنتج سي 1,800,000 مضروبه في ايش قد ايراد المنتج سي تقسيم مجموع الايرادات احصل على ايراد المنتج سي اللي هو 1,012,500 اللي هو تعادل المنتج سي. تعادل المنتج سي 1,012,500. قلنا يا اما احتسبه مباشره من المعادله، او اجي اجمع المنتج سي تعادل المنتج اي مع تعادل المنتج بي واطرحها من 1,800,000. ايش قد المتبقي؟ كم المتبقي؟ هو يمثل شنو؟ المنتج سي، راح يمثل المنتج سي. وانتم طبقوا هذه الطريقه الثانيه راح تشوفون انه نفس المبلغ. نفس المبلغ بالنسبه للمنتج. هذا ما يتعلق بكيفية احتساب نقطة التعادل للشركة ككل ونقطة التعادل لكل منتج سواء كان بالوحدات أو بالمبالغ في حال تعدد المنتجات. هذه الطريقة لكيفية احتساب نقطة التعادل. إن شاء الله تكون واضحة طلاب، إن شاء الله افتهمتوها. بعد ما وضحنا كيفية احتساب نقطة التعادل في حال تعدد المنتجات راح أعطيكم مثال واجب، وهذا مطلوب من عندكم، مطلوب من عندكم تحلوه وأرسال الحل
عبر الرابط. مثال الواجب يقول: تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج 3 منتجات، أيضاً 3 منتجات، وعندي البيانات الخاصة بهذه المنتجات، لكل منتج السعر بيعه، كم الكلفة المتغيرة له، كم الوحدات المباعة لهذا المنتج، وأيضاً إجمالي التكاليف الثابتة للشركة ككل، هاي تنتبهوها للشركة ككل، كان 4000 دينار. كذلك مطلوب من عندي أعد كشف دخل، وأحتسب تعادل الشركة وتعادل كل منتج بالوحدات وبالمبالغ. هذا واجب طلاب، أرجو من عندكم أن تحلون الواجب وترسلوه عبر الرابط. انتهينا من موضوع كيفية احتساب نقطة التعادل في حال إنتاج أكثر من منتج. ننتقل بإذنه تعالى إلى موضوع آخر من مواضيع المحاسبة الإدارية، وهو موضوع التكاليف الملائمة والمفاضلة بين البدائل، وما يسمى بالتحليل التفاضل. تحليل التفاضل، هذه الحالة أقصد بتحليل التفاضل أنه عندي أكثر من بديل. على سبيل المثال، الشركة لديها أكثر من بديل، بديل قبول أو ترفض، أو أكثر العفو من قرار، قرار تقبل أو ترفض طلبية خاصة، أحد الزبائن تطلب من هذه الشركة طلبية خاصة، فهي من حقها ترفض أو تقبل هذه الطلبية، قرار أنه تصنيع داخلي أو شراء من الخارج، أنه احتاجت منتج معين فتفكر أنه تصنع هذا المنتج داخل هذه الشركة أو تشتريه من الخارج، وبالتالي هنا لازم تعتمد على قرار معين حتى تتخذه، إما تصنيع أو شراء، إما أو. القرار الآخر هو إضافة أو استبعاد أحد خطوط الإنتاج. تنتج الشركة عدة منتجات، تقرر أنه تضيف منتج معين، إيش راح يأثر هذا المنتج، شنو تأثيره على ربحية هذه الشركة، أو عندها أكثر من منتج تستبعد منتج معين، تلغي منتج معين، شنو تأثيره على ربحية الشركة. هذه الحالة لازم تعمل تحليل تفاضلي تبين بكيفية اتخاذ هذا القرار، يعني ما راح تأخذ القرار مباشرة، وإنما تقوم بعملية التحليل التفاضلي والاختيار من بين البدائل. طبعا هنا حتى الشركة تنجح بأعمالها وقراراتها، لابد وأن تعتمد في اتخاذ القرار على الكلفة الأقل والربحية الأعلى. يعني إذا كان القرار متعلق بالكلفة، أيهما تفضل، مثل قرار التصنيع أو الشراء من الخارج، هذه الحالة لابد وأن تختار أيهما أقل كلفة. إن شاء الله نوضحها من ناخذ موضوع قرار تصنيع الداخلي أو الشراء من الخارج، أيهما أقل كلفة. أو تعتمد على الربحية الأعلى. عندما تتخذ القرار، لابد وأن ترى أو تعد كشف دخل للقرارات، مثلا في حالة قبول الطلبية أو رفض الطلبية، يعني أن الشركة تقرر أن تقبل هذه الطلبية أو ترفضها، هنا لا يجوز قبولها أو رفضها مباشرة، وإنما لابد وأن تحتسب كشف دخل لهذه الطلبية أو كشف دخل للشركة في حال أنه رفضت، إيش قد راح تكون أرباحها، وفي حال قبولها إيش قد راح تكون أرباحها، وبالتالي راح تكون مقارنة وفق إيش، على أي أساس راح تكون المقارنة وفق الربحية الأعلى. فعلى أي أساس يستند التحليل التفاضلي؟ يستند على الكلفة الأقل والربحية الأعلى.
هذه القرارات اللي إن شاء الله راح نتطرق لها في المحاضرات القادمة هي القرارات قصيرة الأجل، هي قرار القبول أو رفض الطلبية، قرار التصنيع الداخلي والشراء من الخارج، قرار إضافة أو استبعاد أحد خطوط الإنتاج، وقرار تخصيص الموارد النادرة، وقرار اختيار أسلوب الإنتاج الأمثل. إن شاء الله اليوم راح ناخذ أول قرار من التحليل التفاضلي، أو أول موضوع من مواضيع التحليل التفاضلي، وهو قرار قبول أو رفض الطلبيات الخاصة. قرار قبول أو رفض الطلبيات الخاصة، هنا عندنا إنه الشركة إذا أجتها طلبية خاصة، لا يجب عليها أن ترفض هذه الطلبية مباشرة، وإنما تقوم باستخدام التحليل التفاضلي حتى تبين أثر هذه الطلبيات على صافي ربحية الشركة. يعني شوف إنه إذا قبلت هذه الطلبية إيش قد راح تكون أرباحها، وإذا رفضتها إيش قد راح تكون أرباحها، وتقوم بالمقارنة بين ربح القبول وربح الرفض، وتختار القرار الأفضل أيهما أعلى ربحية، حتى نوضح كيفية التعامل مع هذا القرار وهو قرار قبول أو رفض الطلبيات الخاصة، نأخذ المثال الآتي. مثالنا يقول تنتج إحدى الشركات منتوج معين وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 وربع، أي 1250 وحدة. هذه طاقتها الإنتاج، إنه الشركة حدها إنه تنتج 1000 وربع وحدة فقط، 1000 وربع وحدة سنويا لا غير، هذه طاقتها الإنتاجية. الشركة حاليا تقوم بإنتاج وبيع 1000 وحدة، يعني من 1250 وحدة الشركة حاليا أنتجت شقد وباعت 1000 وحدة، عدد الوحدات المنتجة والمباعة هي 1000، يعني شقد بقى من الطاقة غير مستغلة؟ بقى 250 غير مستغل، 250 غير مستغل. هذه الشركة تنتج وتبيع حالياً 1000 وحدة سنوياً بسعر 17500 دينار، هذا سعر بيع 1000 وحدة، شقد 17500 دينار. وقد تقدم أحد زبائن الشركة، بطلب إلى الشركة، هذه شنو؟ طلبية خاصة. أحد الزبائن تقدم للشركة بطلب، طلبية خاصة، طلب من الشركة إنه يشتري منها 250 وحدة إضافية، يعني طلب من عندها إنه تنتج 250 وحدة إضافية، يعني المتبقي من طاقتها الإنتاجية اللي قد هي 250 وحدة إضافية، وطلب إنه يشتريها بسعر 15000 دينار، سعر أقل، السعر شنو؟ أقل من السعر الوحدات اللي أنتجها سابقاً اللي هي 1000 وحدة. طلب شراء 250 وحدة بسعر 15000 وحدة، وطلب هذا الزبون من الشركة إدخال بعض التعديلات على تصميم المنتج. يعني هذا الزبون تقدم إلى الشركة وقال لها أريد تنجيلي 250 وحدة إضافية، بس هذه 250 أريد عليها تعديلات على تصميم هذه الوحدات، لأي منتج طبعا، أي نوع من أنواع المنتجات. طلب من عدها تعديلات، وهذه التعديلات تكلف بقيمة 1000 دينار للوحدة الواحدة. شقد كلفة هذه التعديلات اللي راح تدخل على تصميم المنتج؟ قيمتها 1000 دينار للوحدة الواحدة. بعد دراسة الطلب كانت تقديرات إنتاج الوحدة الواحدة، يعني أنا حتى أنتج هذه المنتجات لابد وأن يكون عندي مواد أولية، أجور عمل مباشر، مباشرة متغيرة، تكاليف صناعي غير مباشرة ثابتة، وعمولة وكلاء البيع،
هذه البيانات المتوفرة هي الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة. المطلوب أو علماً أن الشركة لن تتحمل أي عمولة لوكلاء البيع عن الطلب. ها، يعني هذه 900 دينار عمولة وكلاء البيع، هذه لمن؟ هذه للألف وحدة من باعتها حصلت أو دفعت عمولة وكلاء بيع 900، ألف وحدة. بالسؤال قايل أنه الشركة لن تتحمل أي عمولة لوكلاء البيع عن الطلبية الإضافية، يعني الطلبية الإضافية اللي هي 250 وحدة الشركة ما راح تتحمل عنها أي عمولة لوكلاء البيع، واضح؟ وبالتالي ما راح تذكر في حالة قبول الطلبية أي عمولة لل 250. المطلوب من عندي في هذا السؤال هو شو راح تجي طريقة هذا السؤال، كيفية راح أو كيفية صيغة أو منطوق السؤال وكيفية منطوق المطلوب، راح تكون يا أما هل من مصلحة الشركة قبول أو رفض هذه الطلبية، أو تكون أنه قدم النصيحة لهذه الشركة أنت ايش تنصحها أنه تقبل أو ترفض. هنا الشركة ما يحق لها أنه ترفض مباشرة أو تقبل مباشرة، سوي تحليل تفاضلي، والتحليل التفاضلي يتم عن طريق احتساب أو عن طريق احتساب ربحية هذه الشركة من خلال إعداد كشف دخل. هذه الشركة تنطي قرارها أنه تقبل هذه الطلبية أو ترفضها، لابد وأن تحتسب ربحيتها في حالة القبول وفي حالة عدم القبول. وهنا القرار احنا قلنا ناخذه على أساس أي بديل، على أساس البديل اللي تكون ربحيته أعلى، واضح؟ شلون أعد كشف الدخل؟ كشف الدخل هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والتكاليف، كشف الدخل هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والتكاليف، ومثل ما معروف أمامكم كشف الدخل لهذه الشركة. البيان كشف الدخل في حالة قبول هذه الطلبية، وكشف الدخل أو العفو كشف الدخل في حالة عدم قبولها أو رفض هذه الطلبية، إيش قد راح يكون صافي ربح أو خسارة الشركة؟ وكشف الدخل في حالة قبول هذه الطلبية أيضا إيش قد راح يكون صافي ربحها أو خسارتها، وأعتمد على الربح أيهما أعلى. مثل ما تشوفون الأرقام معروضة أمامكم، إحنا راح نوضح كيفية احتساب هذه الأرقام. مثل ما نعرف إحنا الكشف هو عبارة عن الإيراد ناقص التكاليف. حتى أحتسب صافي أرباح الشركة أو خسارتها أقارن بين إيراداتها وتكاليفها، إيراداتها وتكاليفها. بالبيان راح أذكر إيراد المبيعات ناقص تكاليف الإنتاج، ناقص تكاليف الإنتاج، تكاليف الإنتاج اللي ذكر لي إياها بالسؤال، تكاليف الإنتاج اللي ذكرها بالسؤال اللي هي مواد أولية، تكاليف الإنتاج، عمل مباشر، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة، عمولة وكلاء البيع. إضافة إلى أي كلفة ذكرت بالسؤال، أي كلفة المنتج. فهنا هذه التكاليف راح أذكرها أسفل تكاليف الإنتاج، أسفل تكاليف الإنتاج. كشف الدخل راح يكون عبارة عن إيراد المبيعات ناقص تكاليف الإنتاج، مواد أولية، عمل مباشر، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة، وتكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة، عمولة وكلاء البيع، وتكاليف التعديل، تكاليف التعديل. تكاليف التعديل.
بدي هسه انه نوضح كيفية احتساب كل الارقام. احنا من اجينا خلينا الجدول امامكم، نجي بالبداية نحتسب كشف الدخل او صافي الربح او الخسارة في حالة عدم القبول. في حالة عدم القبول، نجي في حالة عدم قبول الطلبية، في حالة عدم قبول الطلبية إيراد المبيعات. إيش قد كانت الشركة أنتجت وباعت كم وحدة في حالة عدم قبول الطلبية؟ الشركة أنتجت وباعت 1000 وحدة بسعر بيع إيش قد؟ بسعر بيع 17.5. موجودة أمامكم بالسؤال، اتبعوا وياي. الشركة أنتجت 1000 وحدة مضروبة في سعر بيع هذه الوحدة اللي هي شقد 17.5، فألف في 17.5 راح أحصل على إيراد المبيعات اللي هي شقد 17 مليون و500. خلينا نوضح هذه الطريقة كيفية احتساب نقطة أو العفو كيفية احتساب إيراد المبيعات في حالة عدم قبول الطلب. هذه الأرقام نجي نوضحها رقم رقم كيفية احتسابه. كيفية احتسابه هنا أنا أذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، كيفية احتساب في حالة عدم قبول الطلبية، في حالة عدم قبول الطلبية. شلون احتسبنا في حالة عدم قبول الطلبية؟ بالنسبة لإيراد المبيعات إيراد المبيعات كيف تم احتسابه؟ 17.5 إيراد المبيعات كيف تم احتسابه؟ تم احتسابه من حاصل ضرب حجم المبيعات، هذه قبل ما يقدم إلي الزبون طلبية خاصة بإنتاج 250 وحدة. إيش قد أنتجت الشركة؟ أنتجت 1000 وحدة، فأنا هنا في حالة عدم القبول راح يكون شغلي على حجم المبيعات 1000 فقط، بغض النظر عن 250، راح يكون هنا شغلي على 1000 وحدة فقط، حجم مبيعاتي 1000 وحدة فقط. فإيراد المبيعات عبارة عن حجم المبيعات اللي هي إيش قد؟ 1000 مضروبة في سعر البيع، سعر البيع اللي هو إيش قد؟ 17.5. 17.5 1000 في 17.5 راح يكون الناتج إيش قد؟ 17 مليون و500. 17 مليون و500. انتهينا من إيراد المبيعات. أنا بالبداية راح أوضح حقل في حالة عدم القبول، بعدين أوضح في حالة القبول وكيفية احتساب كل قيمة. في حالة عدم القبول وضحنا كيفية احتساب إيراد المبيعات. أكمل كشف الدخل، إيراد المبيعات ناقص التكاليف. التكاليف ثبتتها عندي من السؤال، كل كلفة ذكرت أنا أثبتها بكشف الدخل تحت تكاليف الإنتاج. مواد أولية، عمل مباشر، تكاليف صناعة غير مباشرة متغيرة، تكاليف صناعة غير مباشرة ثابتة، عمولة وكلاء البيع، إضافة إلى تكاليف تعديل التصميم، إضافة إلى تكاليف تعديل التصميم أثبتها. ليش؟ لأن قلت كل كلفة ذكرت بالسؤال. واضح طلاب؟ هنا المواد الأولية، المواد الأولية منين جبتي هذه اللي 8 ملايين؟ وخليها هنا احنا لين عندنا ناقص، لان ناقص راح اخلي كل قيمه بين قوسين تمثل اشاره سالبه بين قوسين، لان راح تكون عمليه طرح الايراد ناقص التكاليف، الايراد ناقص التكاليف. هذه ال8 ملايين منين اجتي؟ ال8 ملايين منين اجتي؟ بالنسبه للمواد الاوليه ال8 ملايين، انتبهوا وياي، منين اجتي؟ ال8 ملايين اجتي من مواد أولية. المواد الأولية إيش قد الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة؟
بالنسبة للمواد الأولية. الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة بالنسبة للمواد الأولية هي شقد؟ هي 8000. 8000 الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة مضروبة في حجم المبيعات اللي هو شقد حجم المبيعات؟ ألف. قلنا إحنا راح نشتغل فقط على الألف وليس على 250. ليش؟ لأن هنا أنا أشتغل إذا في حالة رفضت 250 فشقد إنتاجي؟ إنتاجي ألف فقط في حالة إنه رفضت عدم قبول الطلبية، رفضت 250. فالمواد الأولية من السؤال شقد كلفة المتغير للوحدة الواحدة؟ الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة مضروبة في الحجم، فثمان تالاف مضروبة في ألف حصلت على المواد الأولية شقد؟ 8 ملايين. المواد الأولية 8 ملايين. هذه بالنسبة إلى في حالة عدم قبول الطلب. العمل المباشر، العمل المباشر شلون احتسب كلفته؟ العمل المباشر كلفته اللي هي شقد؟ 1 مليون. هذه المليونين منين اجتي؟ العمل المباشر مذكور بالسؤال انه الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة بالنسبة للعمل المباشر هي 2000. 2000 اضربها في حجم المبيعات اللي هو شقد حجم المبيعات؟ ألف. 2000 في ألف شقد راح أحصل؟ على 1 مليون. هذا بالنسبة للعمل المباشر على 1 مليون. بالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة، التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة شلون احتسبتها؟ ايضا مذكور بالسؤال. التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة هي 2500 وحدة. 2500 وحدة الكلفة المتغيرة لها، 2500 وحدة مضروب في حجم المبيعات، حجم المبيعات 1000 وحدة. اذا 2500 وحدة في حجم المبيعات 1000 وحدة راح احصل على 2 مليون و500. 2 مليون و500. كذلك بالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة، التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة منطيني اياها بالسؤال شقد؟ منطيني اياها بالوحدات، ما منطيني اياها بالدينار. لو منطيني اياها بالسؤال بالدينار مباشرة اجي اثبتها بالدينار، المبلغ نفسه ما اضربها، ما اسوي اي عملية ضرب. لكن بالسؤال منطيني اياها شقد؟ منطيني اياها 1600 وحدة. منطيني اياها 1600 وحدة، إذا أيضا أضربها في حجم المبيعات. التكاليف الصناعية، التكاليف الصناعية الثابتة، التكاليف الصناعية الثابتة. منين جت التكاليف الصناعية الثابتة؟ جت من السؤال منطيني كلفة المتغيرة للوحدة الواحدة التكاليف الصناعية الثابتة هي 1600. 1600 أضربها في حجم المبيعات اللي هو شقد؟ 1000. فالتكاليف الثابتة الصناعية هي 1000 في 1600، 1,600,000 دينار. 1,600,000 دينار. إذا هسه عرفنا من إجا 1,600,000 دينار؟ من الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة، أو كلفة التكاليف الثابتة للوحدة الواحدة مضروبة في حجم المبيعات 1000. بعدها قايل لي بالسؤال عمولة وكلاء البيع هي 900 وحدة. كانت بالسؤال عمولة وكلاء البيع، عمولة وكلاء البيع كانت 900 وحدة. كيفية احتسابها؟ احتساب قيمتها بالدينار. أيضا 900 وحدة مضروبة في حجم المبيعات اللي هي شقد؟ 1000. ف900 في 1000 شقد عمولة وكلاء البيع؟ 900,000. تكاليف تعديل التصميم خليته فارغ. ليش؟ لان انا ما كان عندي تكاليف تعديل تصميم في حال انه ارفض الطلبية، يعني ارفض ال 250 ما عندي تكاليف تصنيع. يعني التكاليف التصنيع او تكاليف العفو تعديل التصميم، تكاليف تعديل التصميم اللي كانت قيمتها 1000 وحدة، قيمتها 1000 وحدة، هذه قال انه في حالة ان قبل
في حال قبول هذه الطلبية راح يدخلون تعديلات على هذه التكاليف، على هذه العفو الطلبية، على هذا المنتج بكلفة 1000، وبالتالي تكاليف التعديل تحمل في حالة قبول الطلبية وليس في حال الرفض. وبالتالي هنا راح أخليها شنو؟ أخليها فارغة، لأن أنا ما عندي تكاليف تعديل تصميم في حال أنه رفضت هذه الطلبية. واضح طلاب؟ وين راح أخلي أذكرها؟ أذكرها فقط في حالة القبول، تكاليف التعديل في حالة القبول. انتهينا من احتساب التكاليف أو تكاليف الإنتاج في حالة عدم قبول هذه الطلبية. قلنا الكلفة في حجم، الكلفة في الحجم اللي هو شقد 1000 وحدة. بعدها أكمل الاحتساب، إيراد المبيعات 17.5 مليون، بعد ما أجمع التكاليف أطرحها من إيراد المبيعات 17.5 أو مباشرة ما تريدون تجمعون مباشرة 17.5 ناقص 8 ملايين ناقص 2 مليون ناقص 1.5 مليون ناقص 1.6 مليون ناقص 900، النتيجة راح تكون يا أما ربح أو خسارة، يا أما ربح أو خسارة. فهنا أنا عندي النتيجة صافي الربح في حالة عدم قبول الطلبية هو 2.5 مليون. في حالة عدم قبول الطلبية شقد أرباح الشركة؟ 2.5 مليون. هسه أنا عرفت أرباح الشركة في حالة عدم القبول. أما في حالة قبول الطلبية، هنا أنا انتبهوا يا طلاب، إذا أقبل بهذه الطلبية اللي انعرضت علي وهي إنتاج 250 وحدة، إنتاج 250 وحدة وبيعها بسعر 15,000 دينار، وبيعها بسعر 15,000 دينار، ففي حالة القبول أنا هنا راح أدمج، في حالة القبول راح أدمج وحداتي ككل، أدمجها يا طلاب. أنا شقد أنتجت 1000 وبعدين إجتني طلبية لازم أنتج 250، شقد صارت وحداتي ككل؟ صارت وحداتي ككل 1000 زائد الطلبية الجديدة 250، وحداتي ككل هي 1250. واضح طلاب؟ هنا أنا راح أجي أدمج القبول مع الوحدات الجديدة اللي هي 250. ففي حالة العفو أدمج عدم القبول، وحدات عدم القبول اللي هي 1000 مع الطلبية الجديدة 250، إيش قد راح تكون حجم مبيعاتي؟ حجم مبيعاتي راح تكون 1250. نجي نوضح كيفية احتساب كل عنصر من عناصر كشف الدخل، كل عنصر من عناصر كشف الدخل لاحتساب الربحية، لاحتساب الربح في حالة قبول هذه الطلبية، في حالة نعم قبول هذه الطلب. فنجي نوضح في حالة قبول الطلبية كيفية أو كيف راح يكون الاحتساب في حالة قبول هذه الطلبية، شلون أحتسب الإيراد، كيفية احتساب تكاليف الإنتاج، كل عنصر من عناصر الإنتاج راح نوضحها كالآتي. بالنسبة لإيراد المبيعات، كيف تم احتساب إيراد المبيعات في حالة قبول الطلبية؟ 21,250,000 دينار، 21,250,000 دينار، كيف تم احتساب هذا المبلغ؟ يا طلاب، الطلبية الجديدة اللي هي 250 وحدة، احنا مو قلنا إيراد المبيعات يتم احتسابه من خلال قانون حجم المبيعات مضروب في سعر البيع، حجم المبيعات في سعر البيع، واضح؟ فالطلبية الجديدة ايش قد إيراد مبيعاتها؟ الطلبية الجديدة اللي هي 250 وحدة ايش قد إيراد مبيعاتها؟ أجي أضرب الطلبية الجديدة هي حجم مبيعاتها 250، حجم مبيعاتها ايش قد طلاب؟
250 وحدة، 250 وحدة الطلبية الجديدة. سعرها ايش قد الطلبية الجديدة؟ شوف الطلبية الجديدة لها سعر جديد، يعني أنا ما أرجع للسعر الأول 17 ونص، لا، أمشي على السعر الجديد للطلبية الجديدة. طلبية الجديدة ايش قد؟ 250 مضروبة في سعرها الجديد ايش قد؟ سعر الطلبية الجديدة 15000، 15000 سعر الطلبية الجديدة. ايش قد راح يكون الناتج؟ 250 مضروبة في 15000، الناتج راح يكون 3,750,000، 3,750,000 يعني طلاب، هذا شنو؟ هذا 3,750,000 دينار، هذا شي يمثل إيراد الطلبية الجديدة، إيراد الطلبية الجديدة. أني قبل قبول هذه الطلبية، قبل ما أقبل هذه الطلبية، شقد كان إيرادي بالألف وحدة؟ شقد كان إيرادي قبل قبول هذه الطلبية بالألف وحدة؟ بالألف وحدة كم كان إيراد المبيعات؟ اللي هو نفس هذه المعادلة، إيراد المبيعات بالألف وحدة ايش قد كان مضروب في سعرها؟ ألف وحدة في 17,500 كان 17,500,000، 17,500,000، 17,500,000 دينار، هذا شنو؟ هذا إيراد المبيعات قبل قبول الطلبية، إيراد قبل قبول الطلبية. إيراد المبيعات قبل قبول الطلبية كان 17,500,000، ومن إيراد الطلبية الخاصة ايش قد؟ إيراد الطلبية الخاصة 3,750,000. زين، أنا أريد أعرف الإيراد الكلي في حالة القبول. إحنا قلنا في حالة القبول ندمج الطلبية مع منتج، مع الحجم الإنتاجي اللي أنا أنتجته قبل اللي هو كان ألف وحدة. فهذه 21,250,000 من جتي هي عبارة عن حاصل جمع، حاصل جمع إيراد المبيعات للطلبية الجديدة، إيراد المبيعات للطلبية الجديدة، إيراد المبيعات للطلبية الجديدة زائد إيراد مبيعاتي قبل قبول الطلبية. فالنتيجة ايش قد؟ 21,250,000 دينار. واضح طلاب؟ هسه عرفنا منين اجى هذا الرقم 21,250,000 دينار، يمثل إيراد المبيعات في حالة عدم القبول، وإيراد زائد إيراد مبيعات الطلبية الجديدة اللي هي فقط على 250 وحدة مضروبة بسعرها الجديد. واضح مثل ما وضحنا أمامكم؟ هذه 21,250,000 من واضح. ننتقل إلى تكاليف الإنتاج في حالة قبول الطلبية. تكاليف الإنتاج في حال قبول الطلبية، المواد الأولية اللي كانت 8 ملايين كيف أصبحت 10 ملايين؟ العمل المباشر كانت 2,000,000 كيف أصبحت 2,500,000؟ وهكذا. بالنسبة للمواد الأولية في حال قبول الطلبية، هنا طلاب عندنا طريقتين أحتسب بيها تكاليف الإنتاج في حالة القبول، يا إما خلي أذكر لكم الطريقتين حتى أنتوا تعتمدون على الطريقة الأسهل تشوفوها بنظركم. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى
الطريقة الأولى هذه شو نقول؟ كيفية احتساب تكاليف الإنتاج. تكاليف الإنتاج، كيفية احتساب تكاليف الإنتاج. عندي هنا طريقتين، فأنتم مخيرين أن تستخدم الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. اثنينات هنا حين إحنا راح نحصل على نفس الناتج، نفس الناتج. الطريقة الأولى إنه تكاليف الإنتاج قانونها تكاليف الإنتاج، التكاليف ذكرنا قانونها، الكلفة أو كلفة الوحدة الواحدة، كلفة الوحدة الواحدة مضروبة في حجم المبيعات. يا طلاب احنا مو قلنا نحتسب التكاليف من الكلفة للوحدة الواحدة مضروبة في حجم المبيعات، واضح؟ فالطريقة الأولى هذه المعادلة الثابتة طبعا. الطريقة الأولى يا أما أحتسب تكاليف كل منتج، إنه الكلفة هي ثابتة، الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة ثابتة. إنه بالنسبة للمواد الأولية مواد أولية كلفتها شقد؟ هي ثابتة كلفة المواد الأولية شقد؟ 8000 يا طلاب، 8000 في هذه الحجم، بعدين هسه راح نوضحها. 8000 العمل المباشر، عمل مباشر شقد العمل المباشر؟ 2000 في، وهذه أنا شنو جاي أطبق المعادلة اللي تقول التكاليف هي كلفة الوحدة الواحدة في حجم المبيعات. فشلون أحتسب بالطريقة الأولى؟ نذكر حاليا التكاليف بالنسبة للمواد والعمل. التكاليف الصناعية غير المباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة تكاليف صناعي غير مباشرة متغيرة أيضا بالسؤال 2.5. تكاليف صناعي غير مباشرة 2.5. ففي هذه الطريقة نحتسب تكاليف الإنتاج في حالة قبول الطلبية، الكلفة المتغيرة ثابتة، الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة ثابتة ولا تتغير. 8000 مواد، 2000 عمل مباشر، 2500 تكاليف صناعية غير مباشرة. هنا الاختلاف راح يكون في حجم المبيعات. حجم المبيعات يا أما في هذه الطريقة، احنا نجي نشرح على الطريقة الأولى، إنه حجم المبيعات كان قبل قبول الطلبية 1000، كان شقد قبل قبول الطلبية؟ كان 1000 حجم المبيعات، واحتسبت التكاليف على ضوء 1000. هنا حجم المبيعات شقد صار بعد قبول الطلبية؟ حجم المبيعات بعد قبول الطلبية هو عبارة عن 1000، 1000 القديمة يا طلاب، زائد الطلبية شقد الجديدة؟ 250. 1000 زائد 250 شقد صار حجم مبيعاتي؟ شقد صار حجم مبيعاتي؟ حجم مبيعاتي 1250. شقد حجم مبيعاتي؟ 1250. إذا أنا لمن راح أعتمد في احتساب تكاليف الإنتاج؟
المواد والعمل والتكاليف الصناعية غير مباشرة على 1250 وحدة في حالة قبول الطلبية، في حالة قبول، هاي طبعا الطريقة الأولى، في حالة قبول الطلبية. فبالنسبة للمواد الأولية 8000 في 1250، 8000 في 1250 ايش قد؟ 8000 في 1250 10، 8000 في 1250 ايش قد؟ 10 ملايين. بالنسبة للعمل المباشر 2000، 2000 في 1250، 2000 في 1250 ايش قد؟ 2000 في 1250 مليونين ونص. 2000 في 1250. بالنسبة للتكاليف الصناعة غير المباشرة المتغيرة 2500، 2500 في 1250، 1250 ايش قد المبلغ؟ 500 او 2.5 في 1200، 1250 ايش قد الناتج؟ 3,125,000، 3,125,000. بتلاحظون انه المواد والعمل والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة في حالة القبول تغيرت وازدادت، تغيرت وازدادت من 8 إلى 10، من 2 إلى 2.5، من 2.5 إلى 325. واضح؟ بالنسبة للتكاليف الثابتة ما ذكر أي تغيير عليها وبالتالي تبقى ثابتة. التكاليف هذه تكاليف ثابتة، من اسمها تكاليف ثابتة فهي ثابتة ما تتغير في حالة القبول وفي حالة عدم القبول، في حالة القبول وفي حالة عدم القبول. فالتكاليف الثابتة اللي هي 1,600,000 نفسها في حالة القبول 1,600,000. بالنسبة لعمولة وكلاء البيع اللي هي شقد احنا محتسبيها في حالة عدم القبول، ووضحنا شلون احتسبناها 900، ما ذكر انه اكو عمولة للطلبية الجديدة، ما ذكر، وبالتالي 900 ايضا تكون في حالة القبول نفسها تنزل 900. هنا الاحتساب في حالة عدم القبول وفي حالة القبول عفوا يكون عبارة عن دمج القبول مع الطلبية الجديدة، في حالة عدم القبول عفوا مع الطلبية الجديدة. فالتسعمية ما ذكر انه اكو عمولة وكلاء بيع للطلبية الجديدة، وبالتالي التسعمية راح تنزل نفسها 900 في حالة القبول. لو قال انه الطلبية الجديدة تحملت عمولة وكلاء بيع، وبالتالي ايش قد عمولة وكلاء البيع للطلبية الجديدة؟ اجمعها مع العمولة القديمة واطلع الناتج. واضح طلاب؟ ماشي. بالنسبة لتكاليف تعديل التصميم هنا قلنا في حالة عدم القبول ما لها علاقة بتكاليف تعديل التصميم، وبالتالي ما اذكرها في حالة عدم القبول. تكاليف تعديل التصميم مخصصة للطلبية الخاصة فقط، يعني فقط المن، فقط المن تكاليف تعديل التصميم، تكاليف تعديل التصميم. شلون احتسبته تكاليف تعديل التصميم؟ مثل ما ذكرنا انه فقط للطلبية، فقط لحجم انتاج الطلبية، حجم مبيعات الطلبية. ايش قد حجم مبيعات الطلبية؟ يعني مو اجي للالف ولا للألف ومئتين وخمسين، لا، قايل ان تكاليف التعديل فقط على الطلبية، فقط على اليمن، على الطلبية. وبالتالي تكاليف التصميم اللي هي قيمتها ايش قد تكاليف التصميم بالسؤال؟ تكاليف التصميم مذكورة بالسؤال ألف، علما ان تكاليف التصميم ألف، تكاليف تعديل التصميم ألف للوحدة الواحدة، ما ذكرها انه هذه كلفة بالدينار حتى اعتمدها مباشرة المبلغ راح اثبته في حالة قبول الطلبية، لا، هذه الالف شلون احتسب الاجمالي؟ احنا قلنا الكلفة في الحجم، الكلفة في الحجم، هنا الحجم ما راح استخدم الالف ولا الالف وربع، لا، ليش؟ لان هو قايل لي انه تعديل، تكاليف التعديل لو استخدمت الالف وربع يعني شملت انه التعديل على الالف وحده وعلى ال 250، هو قايل لي
إنه التعديل يتم على ال أو يجرى تعديل تصميم المنتج لطلبية جديدة فقط، يعني على كم وحدة؟ على 250 وحدة فقط. إذا نضرب الألف الكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة لتكاليف تعديل التصميم مضروبة في 250 فقط. ليش؟ لأن هذا التعديل للطلبية الجديدة فقط 250، فألف في 250 250 ألف دينار. بس عرفت شلون أنا حسبت 250 ألف دينار من خلال تكاليف التصميم للوحدة الواحدة مضروبة في حجم مبيعات الطلبية الجديدة فقط حجم. نعم. بعدها أقوم باحتساب الناتج مباشرة لإجمالي التكاليف، أطرحها من إيراد المبيعات وأحتسب صافي الأرباح. هاي أنا ذكرت الطريقة الأولى لكيفية احتساب تكاليف الإنتاج. هنا إحنا قلنا العمولة ثابتة لأن ما ذكر أكو عمولة للطلبية الجديدة، والتكاليف الثابتة هي ثابتة للشركة في الحالة القبول وحالة عدم القبول فهي ثابتة التكاليف. قلنا هنا الاختلاف فقط راح يكون في العناصر الثلاثة: مواد، أجور، تكاليف صناعية متغيرة. مواد، أجور، تكاليف صناعية. وضحنا الطريقة الأولى كيفية احتساب، إنه قلنا الحجم فقط التغير، إنه الحجم راح أجمع القديم اللي هو ألف مع الطلبية الجديدة اللي هو 200، الحجم الحالي اللي هو ألف مع الطلبية الجديدة 250، راح أحصل 1250 وأضربها في الكلف المتغيرة الوحدة الواحدة. واضح؟ الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لكيفية احتساب تكاليف الإنتاج بالنسبة للمواد والأجور العمل المباشر والتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة هي من خلال احتساب أيضا التكاليف التكاليف تساوي كلفة الوحدة الواحدة في حجم المبيعات. أجي أحتسب أنا بالنسبة لعدم القبول تكاليف الألف وحدة، تكاليف حجم مبيعات ألف، بالنسبة للمواد 8، بالنسبة للعمل المباشر 1,000,000، بالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة 2.5. بالطريقة الثانية إنه أجي أحتسب تكاليف الطلبية فقط، تكاليف الطلبية فقط بالنسبة للمواد، تكاليف الطلبية فقط. مواد ايش قد؟ 8,000. كيف المتغير؟ هذه ثابتة طبعا. يعني هنا أنا شنو الاختلاف؟ راح يكون الاختلاف في الحجم. 8، المواد 8 وبالنسبة للأجور أو العمل ألفين. وبالنسبة للتكاليف الصناعية الصناعة غير المباشرة المتغيرة، هذه بشكل مختصر 2.5. بالنسبة للمواد هنا أنا بالطريقة الثانية راح أجي أحتسب تكاليف الطلبية فقط،
بالنسبة للمواد تكاليف الطلبية في حجم مبيعات الطلبية فقط اللي هي شقد 250. الطلبية فقط، طلبية جديدة. حجم أو تكاليف الطلبية الجديدة بالنسبة للمواد، تكاليف الطلبية الجديدة 250 في 8000 هي مليون. وبالنسبة للعمل المباشر 2000 في 250 هي 500. وبالنسبة للتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة 250 ألف في 2500، 250 ألف في 2500، 625 ألف، 625 ألف، 625 ألف. يا طلاب، هذه أنا احتسبت تكاليف الطلبية فقط، يعني تكاليف 250 فقط، 250 وحدة، تكاليف 250 وحدة فقط. هنا أنا أنتم أريد أشوف هاي العشرة منين جتي. أني الطلبية 250، 250 تكاليف المواد بال 250 هي مليونين. أجمع هوية تكاليف المواد للألف، يعني شلون؟ تكاليف المواد للألف زائد تكاليف المواد للميتين وخمسين، يعني أما أنتم تحتسبوها أول شيء بشكل منفرد وبعدين نجمع، أو مباشرة أجمع أحجام المبيعات وأضربها مباشرة بالكلف راح أحصل على النواتج مباشرة. يعني أذكر لكم الطريقتين وأنتم اختاروا الطريقة اللي تشوفوها سهلة عليكم. طلعت هنا 200 مليونين العفو المواد الطلبية فقط، مواد الطلبية الجديدة اللي هي 250، أجمع هوية المواد للألف وحدة، المواد للألف وحدة اللي هي شقد قبل قبول الطلبية اللي هي 8 ملايين زائد 8 ملايين، شقد الناتج راح يكون؟ الناتج راح يكون 10 مليون. الناتج 10 مليون، واضح؟ الناتج 10 مليون، يعني هسه هذا ال 10 مليون منين اجى؟ من مواد الطلبية الجديدة زائد مواد الإنتاج الحالي اللي هو 1000 وحدة، مواد الطلبية الجديدة زائد مواد الإنتاج الحالي، كذلك بالنسبة للعمل المباشر. 500 زائد المليونين، مليونين ونص بالنسبة للتكاليف المتغيرة. 625، 625 زائد المليون، مليونين ونص، 3 مليون و125. واضح؟ هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى إنه أني حجم المبيعات أجمع الحجم الحالي اللي هو ألف زائد حجم الطلبية الجديدة، وهذا الحجم ال 1250 هو الضربة بمن؟ بالمواد مرة، بالعمل المباشر مرة، بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة، وراح أحصل على هذه النواتج. أو الطريقة الثانية قلت لكم إنه أحتسب مواد الطلبية الجديدة، مواد الطلبية الجديدة، أجور عمل الطلبية الجديدة، وتكاليف الصناعية غير للطلبية الجديدة يعني فقط لل 250، وأجمع هوية أو أجمعها مع المواد وأجور وتكاليف الإنتاج الحالي اللي هو تم احتسابه من خلال ضربهن بمن؟ بالألف، 8 زائد 2 ومليونين زائد 500 و2.5 زائد 625. هذه الطريقتين وأنتم اختاروا الطريقة اللي تشوفوها مناسبة طلاب. بعدها قلنا راح نحتسب الإجمالي وانطرحه من
إيراد المبيعات أو مباشرة إيراد المبيعات ناقص المواد ناقص العمل ناقص التكاليف ناقص ناقص وهكذا، راح الناتج يظهر أنه في حالة قبول هذه الطلبية فإن أرباح الشركة هي 1,875,000. بعد هذه الحالة من احتسبت الأرباح في حالة القبول وفي حالة عدم القبول، أجي أقارن هنا، نقوم بمقارنة ربحية هذه الشركة في حالة الرفض وفي حالة القبول، أيهما أعلى؟ أيهما أعلى طلاب؟ مثل ما تلاحظون أنه في حالة قبول هذه الطلبية راح تكون أرباح الشركة أعلى، وهي 1,875,000 دينار. وبالتالي أنتم راح تذكرون الأفضل للشركة ترفض لو تقبل حتى تكون ربحيتها أعلى، فتقولون أنه تعطوني هذا. طبعا القرار ضروري أنتم بالامتحان تذكروا لي أنه من مصلحة الشركة قبول هذه الطلبية. ليش؟ لأنها أو لأنها تحقق صافي ربح أكبر، لأنها تحقق صافي ربح أكبر. وهنا وضحنا كيفية احتساب أو كيفية اتخاذ القرار المناسب لهذه الشركة. ما أجي أني أرفض مباشرة، وإنما أستخدم التحليل التفاضلي لمعرفة القرار المناسب واتخاذ هذا القرار. وإلى هنا طلاب ننهي محاضرتنا. مطلوب من عندكم تلتزمون بالخطوات، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة راح أعطيكم أمثلة واجب حول هذا الموضوع، ومطلوب من عندكم حله وإرساله على الرابط إن شاء الله. إلى اللقاء، تمنياتي لكم بالنجاح.